التي تعتمد اللي هي على تطوير عملية تدوير الورق لتشمل إعادة تدوير الحبر والورق في نفس الوقت. مواقف سيادة ذكية هو حل من الحلول لأزمة المواقف التي نعاني منها في الأماكن العامة مثل المستشفيات والكليات وغيرها. Our project works to segregate the metal and glasses and the biodegradable waste from each other.